السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد والكرامة نيوز، وأهلا وسهلا بكم وبرنامجنا الخاص لقاء اليوم مع الأستاذ القائد الطلابي محمد دبدب. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. شكرا شكرا أستاذ راغب على الاستضافة، وأنا جاهز لأي سؤال. أنا بالبدء مطمئن أنه راح يكون اللقاء ممتع جدا ومفيد جدا مع حضرتك، مع هذه القامة الشامخة، القائد الطلابي اللي كنا نتعلم من عنده الكثير الكثير في رحلة المسيرة الطلابية. لقد كنت القدوة أستاذ محمد إن في كافة المجالات، إن كان في الاتحاد الوطني أو في العمل الشعبي أو في كافة المساهمات اللي همت العراق في فترة السبعينيات والثمانينات. فأهلا وسهلا بك ببرنامج لقاء اليوم من على شاشة قناة بغداد الرشيد والكرامة نيوز. أنا أشكرك على هذا الإطراء، وأتمنى أن يكون اللقاء مفيد ونتطرق إلى ما يعزز مسيرة الشعب العراقي نحو الانتصار. أنا جاهز لأي سؤال، تفضل. أستاذ محمد، إحنا اليوم 8 شباط ذكرى عروس الثورات، الذكرى 59 لثورة 8 شباط. أنا أريد في البدء نأخذك في رحلة قصيرة تقدم لنا للمشاهد العراقي والعربي، رحلة قصيرة عن العراق الحديث منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية عام 1958 إذا أمكن. ابتداء، النظام الملكي وما قبله والدولة العثمانية وامتداداتها في العراق، والوجود الإنجليزي ومشاريع استحداث الدولة العراقية أو البنيان للدولة العراقية، الكثير يتحدث عن المرحلة الملكية أنها كانت مرحلة ذهبية، لا يعرف أن شكل الاستبداد واللاواقعية السياسية، وأريد للعراق أن تستلب هويته ودوره بغض النظر عن مشاريع التنمية وتعزيز روح القوة للبلد من الناحية الذاتية. على العموم، أظن الإطراء المتداول في الإعلام والدراسات قد لا يجافي الحقيقة، ولم يكن منطقيا يتناسب مع معطيات النظام السياسي، ولذلك شهدت مرحلة تأسيس ما بعد تأسيس الدولة العراقية الكثير من الأحداث الجسام والكبيرة، وبالنتيجة آلت إلى أن يكون وضع العراق وضع قلق، وضع غير مستقر، وبالتالي أن العراق فقد قدرته ودوره في أن يكون الأكبر والأفضل في حياة الأمة العربية والنضال العربي. نعم نعم أستاذ محمد، إحنا نعرف فترة الأربعينيات بالذات أنه كانت المشاريع الإمبريالية والاستعمار في المنطقة وبالذات بالعراق، يعني وخاصة من مشروع ترومان وإيزنهاور وحلف بغداد وما شابه، كلها تحيط بالمنطقة وبالعراق بالذات. هذا أدى إلى أن الشعب العراقي دائما يكون عنده ثورات وعنده تظاهرات ضد الاحتلال البريطاني وضد الحكومات اللي كانت مرتبطة بالاحتلال البريطاني. أريد أخذك في عام 56 على ما أعتقد تشكلت جبهة الاتحاد الوطني. جبهة الاتحاد الوطني. نعم. الجبهة نعم. تشكلت من الحزب البعث والحزب الشيوعي والاستقلال والحزب الاستقلال الوطني الديمقراطي، إضافة إلى الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن منضما إلى الجبهة كامل العضوية، إنما
تحالف مع الوطن الديمقراطي الكردستاني، وصار للجبهة الوطنية خطين آنذاك، الخط المعبر عن هوية الجبهة اللي الوطن الديمقراطي الاستقلال البعث الشيوعي. نعم. نعم. أصبح التأسيس الرسمي في عام 1957، أي قبل ثورة 57. أي نعم. نعم بالضبط، هذا التاريخ صحيح، هذا التاريخ صحيح. هذه الجبهة نوضع لها نظام داخلي، وهل تحركت كجبهة لثورة 14 تموز؟ من أخطاء التجربة السياسية المعاصرة الحديثة أن الشيوعيين لم يكونوا جادين وعلى معرفة دقيقة بالوضع العراقي الاجتماعي، بدليل أن الشيوعيين جملة أخفاقات عبر تاريخ الحزب الشيوعي إلى 58، تفاصيل كثيرة. انضموا إلى جبهة الاتحاد الوطني، لكن أول طرف كسر فكرة التحالف وجبهة الاتحاد الوطني هم الشيوعيون، ما عدا منطلقات الشيوعيين أبان مرحلة 48، القضية الفلسطينية، قضية الجزائر، قضية الهوية العراقية، جبهة الاتحاد الوطني، كلها عوامل للأسف على حجم الحزب الشيوعي ودور الفعال آنذاك، كانت منطلقات السياسية فيها قدر من التغريب واللا موضوعية. لذلك من جاء ثورة 58-14 تموز، الحزب الشيوعي آثر أن يتفرد بالنظام السياسي ومارس أعمال عنفية همجية عبرت عن جوهر هذا الفكر، وما زلنا نعاني من امتداداته. وعمت الأعمال الفوضوية كل العراق من البصرة إلى دهوك. أو زاخو. محمد، هذا نتيجة ارتهانه بسياسات نقول الاتحاد السوفيتي مثلا، أم قيادته اللي كانت موجودة؟ يعني بالمناسبة الاتحاد السوفيتي كان يرسم بدقة متناهية منهج وسلوك واتجاهات الحزب الشيوعي وفعالياته على الواقع. والآن ظهرت دراسات كثيرة ينتقدون هيمنة الاتحاد من الشيوعيين أنفسهم ومن القياديين، ينتقدون مرحلة الهيمنة على قرار الحزب الشيوعي. وصارت نكتة لدى العراقيين، إذا مطرت في موسكو فالشيوعيين العراقيين يشترون المظلات يعني. فلذلك الحزب الشيوعي فقد القدرة في التفكير الواقعي والتفاعل مع الحدث اليومي الوطني، وارتهن سياسته كليا بالمنهج الأممي اللي كان يعبر عنه الاتحاد السوفيتي. نعم. حدثت ثورة 14 تموز، ودخلت الأحزاب تقريبا كلها بالثورة وبالحكومة في بادئ الأمر، لكن بعد فترة قليلة جدا لاحظنا أنه الحزب الشيوعي استأثر بالسلطة بوحدة بما معناه. هل سيطرت هل هذا من خلال سيطرته هو كحزب على عبد الكريم قاسم، أم العكس من ذلك؟ هاي مرحلة ما بعد 58 شهدت أحداث جسام كبيرة جدا. الحزب الشيوعي ابتداء لابد أن نقرر أن الخبرة السياسية والإدارة القيادية للضباط الأحرار للدولة الحديثة لم تكن بالمستوى المطلوب. وفي اللحظة التي نجحت فيها الثورة في التغلب على النظام وإزاحة النظام الملكي،
دب الخلاف بين قادة الثورة الذين تفردوا عن الضباط الأحرار عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم، وكلاهما متبنيات تختلف من الواحد للآخر. وصار من قبلهم نكوص عن المبادئ الأساسية التي رسمت للثورة ما بعد إزاحة النظام الملكي آنذاك. على العموم عبد الكريم قاسم لم لا يمكن أن يؤسس كتلة كبيرة، ولا لم يحظى بحب الشعب العراقي من خلال متغيرات اليومية في السياسة ومتبنياته. أضف إلى ذلك أنه ابتعد عن أن يكون العراق الفاعل في المحيط العربي. على العموم هذا كتب عنه الكثير، لذلك الشيوعيين استغلوا قلة الخبرة عند عبد الكريم قاسم ونهج الشعوبي والخلافة مع عبد الناصر، آثروا أن يدعموه، ومن خلال دعم الحزب الشيوعي وإن لم يسيطروا على السلطة لكن سيطروا على الشارع، وبدأوا بفعاليات يعني هم أول من أسس للعنف السياسي ومشروع الدم في العراق. صادروا حرية الأشخاص، حرية التعبير، وزادوا على ذلك فوق المصادرة أنه السحل والقتل والاعتقالات الكيفية وما إلى ذلك. وأظن من عاش تلك المرحلة يعرف حجم الانتهاكات التي حدثت فيها. الشيوعيين آثروا أن يستغلوا النزعة الانعزالية لعبد الكريم قاسم وعدم قدرته في قيادة الدولة أنه يبوب مشروع العراق أنه مرحلة برجوازية صغيرة. لذلك يأتي الحزب الشيوعي ليؤسس إلى مرحلة لاحقة، ومارسوا هكذا أفعال عنفية وسياسة القتل والسحل والمصادرة الحريات، وهي للأسف أحد أهم منطلقات الضياع في الحالة العراقية. يعني نعم كان في المرحلة الملكية أحزاب مختلفة ولا تتفق على منهاج ورؤية سياسية واحدة، لكن كان أكو قدر من التفاهم والتفاعل بدليل في خطوة الجبهة الوطنية عام 57. لذلك الشيوعيين للأسف ارتكبوا جرائم وحشية بدأوا فيها في الحياة العراقية السياسية. نعم. أستاذ محمد، اليوم الكثير من العراقيين لا يعرف أنه أول تأسيس لميليشيا كانت هي المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية، نعم، اللي أسسها الحزب الشيوعي وبقرار من مجلس السيادة أنذاك، يعني بقرار من عبد الكريم قاسم بالذات. وهذا التأسيس أو هذا التشكيل الميليشياوي تم ربطه بوزارة الدفاع بقانون رقم 3 لسنة 1958، يعني بما معناه بعد 13 يوم تقريبا من الثورة، أعتقد يوم 1/8 كان هذا البيان رقم 3، قانون رقم 3 اللي أوعز بتشكيل ميليشيا المقاومة الشعبية ودمجها بوزارة الدفاع. المواطن، أريد نوضح للمواطن وللمشاهد أعمال هذه المقاومة الشعبية، وهل كانت في بغداد فقط أم في كافة المحافظات؟ ابتداء المقاومة الشعبية أسسها الحزب الشيوعي العراقي، نعم، وتنظيماته ومناصريه هم المادة والمنتسبين للمقاومة الشعبية. طبعا المقاومة الشعبية
أدت واجبات الأجهزة الأمنية بالاعتقال والمصادرة وقطع الطرق والاعتقال وكل الأعمال التي لا يجيزها القانون، لا يجيزها القانون. نعم والمقاومة الشعبية تدخلت في كل تفاصيل الحياة العراقية، في المدرسة، في المعمل، في الوظيفة، في الحقل. لذلك المقاومة الشعبية أول منظمة ساهمت في ما نصطلح عليه بضرب الوحدة المجتمعية للعراق، ما نعم عدا الموقف السياسي ومتبنياته. نعم المقاومة وشعاراتها آنذاك، يعني ما أتذكرها على وجه التحديد، ما ما لكن ماكو ما أظن ما ماكو مؤامرة ماكو تصير مؤامرة تصير، والأحبال والأحبال موجودة يا موجودة، ها يعني. وعلى شاكلته، ما يصفق الماي وعلى والماي شاكلته هو. نعم الماي يصفق نعم، عفلقي وماكو زعيم إلا كريم وما شابه من هذه لا، كثيرة 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 كثيرة، يعني بل الأكثر من هذا. المقاومة حتى تدخلت في القضاء، لذلك محكمة المهداوي كان نعم زمرة من المقاومة هي التي تقود المحكمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأدت إلى تأسيس معارضة عراقية للسلوك الهمجي واللاقانوني أبان تلك المرحلة. المقاومة الشعبية أول هيئة سياسية أمنية، ويعني اشتغلت على تدمير هوية الدولة والقانون، والقانون و يعني فالنص فال فال يعني أؤكد، وأنا عايش تلك المرحلة، أن الكثير من ضحاياها، يعني الذين قتلوا والذين اعتقلوا أو الذي صدرت فرص الحياة لهم. المقاومة أول مشروع دموي في العراق بعد 58. لكن نعم، اليوم استاذ محمد من نلاحظ بكتابات المنتسبين او اعضاء الحزب الشيوعي يمجدون بهذه الفتره ما بين 58 الى 63 ويسموها بالفتره الذهبيه وفتره القانون، فاين القانون من المقاومه الشعبيه؟ وبنفس الوقت المقاومه اين وزاره الدفاع والداخليه من وجود هكذا ميليشيا ترتبط في وزاره الدفاع؟ يعني يجافي الحقيقة من يتحدث أن هذه المرحلة مرحلة القانون وإشعاعات القانون وعدالة القانون، بدليل أحد ردود فعل المقاومة الشعبية كانت ثورة الشواف، نعم حينما آثر الحزب الشيوعي إقامة أو إجراء تجمع تحدي لأهالي الموصل، وكلنا يتذكر الصدامات التي حدثت والقتل والانتهاك للنساء والعوائل والتعليق على عواد المشانق، يعني واللا قانون على وجه التحديد. أظن الحزب الشيوعي يريد يبرئ نفسه من الأحداث آنذاك، ولذلك ينتهج منهج التبني تحت غطاء العدالة، تحت غطاء العدالة. وأنا متحاور مع الكثير من الشيوعيين يدينون تلك المرحلة ويحملون الحزب الشيوعي تبعات ما حدث في الحياة العراقية السياسية بعد 58 إلى يومنا هذا. لكن نعم، استاذ محمد بنفس الوقت نلاحظهم مثلا احنا حتى نسوي مقارنه بالحديث نلاحظهم انهم يتحدثون، انت تفضلت الان عن ما حصل في الموصل وانتفاضه الشواف والقطار، هم يسمونه قطار السلام الذي بعثوه الى الموصل، يقولون هو عباره عن قطار سلام اجتمع به ابناء الشعب وحاملين الازهار وسعف النخيل تعبيرا عن السلام والمحبه وذهبنا الى الموصل، لكن الحقيقه
اللي حثت في الموصل هي مجازر، وهناك مجازر أخرى في كركوك. في كركوك يعني مهما أرادوا تزييف الواقع لن يتمكنوا. هم ذهبوا إلى الموصل تحت عنوان التحدي، لأن الموصل عرفت بهويتها القومية، القومية، وعرفت باللاتعاون مع النظام الجديد. فآثروا يعني مثلما أدخلوا داعش الآن إلى الموصل لأجل أن يدمروا الموصل. يعني التاريخ يعيد نفسه. الآن أدخلوا الموصل، أدخلوا داعش إلى الموصل من أجل أن يدمروا الموصل ويؤسسوا موطأ قدم في الموصل. وأفضل وسيلة للوصول إلى هذه البيئة وهذه المنطقة، فلنسميها الموصل، أنه افتعال أحداث جسام حتى تعطي للنظام السياسي الراهن نظرية التحكم والمصادرة والتدمير. يعني نعم. التاريخ يعيد نفسه تقريبا. نعم. وهكذا ما حصل في كركوك وباقي المحافظات. إذن كانت المقاومة الشعبية أشبه بالميليشيات اليوم الموجودة في العراق، تهدد القانون والسلم المجتمعي وكل شيء بما معنى. يعني المقاومة الشعبية تدخلت في خصوصيات المواطن العراقي، هي التي تحدد له وتفرض عليه ما يحب وما يكره، متبنياته وإيمانه السياسي من عدمه. كانت طريق الشعب تفرض على الناس في سبيل شرائها، ليس لأن مو المهم أن يشتري، لكن المهم عملية الفرض والمصادرة لحق الناس في الاختيار. نعم. هاي أبسط الأشياء. نعم، يعني حسب ما قرأنا أنه المقاومة الشعبية بعد تأسيسها، يعني كانت في البدء من عناصر من الحزب الشيوعي، لكن بعد تأسيسها بشهر أصبح عددها ما يقارب 11,000 متطوع بما معنى. يعني الحزب الشيوعي لم يكن بهذا العدد الكبير، لذلك توجه إلى قطاع الطرق والمطعونين في سمعتهم السياسية والأخلاقية، وحاولوا أن يستوعبوا أكبر الأعداد من أجل أن يوهموا الآخرين بأنهم أقوياء. لكن هذه الحقيقة، والعراقيين من محاسن العراقيين أنهم يعرفون الواحد بعضهم الآخر، لذلك لم تتمكن المقاومة الشعبية مع ما أطلق يدها في التصرف والمصادرة لحق الناس، لم تتمكن من فرض إرادتها على الشعب العراقي، بدليل فعاليات ونشاطات كثيرة حدثت آنذاك ضد النظام السياسي والحزب الشيوعي العراقي. نعم. أستاذ محمد، احنا نعرف انه الحركات بدت متوالية، يعني من حركة الشواف، انتفاضة كركوك، اغتيال عبد الكريم قاسم، محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، اذا الشعب بدا يتحرك. نعم. يتحرك. نعم. اين البعث؟ اين البعث في هذا الوقت؟ البعث ما يعرف عنه شجاعته ورصيده في المواجهة مهما كان حجمها. أولا، ضربة عبد الكريم قاسم كانت نقطة تحول في الحياة العراقية. اثنين، وهي الأهم، أن الحزب استطاع آنذاك من تأسيس منظمات مهنية وشعبية كان لها الفضل في توسيع دائرة الحزب وفعالياته على صعيد العراق. نعم. منها الاتحاد الوطني لطلبة العراق، ومكتب الفلاحين، ومكتب المعلمين، ومكتب العمال، والمكتب المهني، بحيث توسع الحزب بعد ما استطاع الحزب أن يفضح سلوك الحزب الشيوعي والسلطة السياسية. نعم. ما عدا أنه عبد الكريم قاسم أيضا
أدرك أنه يمشي في طريق محفوف بالمخاطر، وفي مرة من المرات أعلن أنه سمى الشيوعيين الفوضويين، وهذا محل صيق بالشيوعيين بالمناسبة، يعني نعم. الفوضويون، حذر الفوضويون من نزعة العمل للهيمنة على السلطة ومصادرة حق الثورة في منهجها السياسي. هذا كان أول خلاف بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم، لكن بعد أيام قليلة جرى تسوية هذا الخلاف وعادت المياه إلى مجاريها. لكن لم يمر يوم من الأيام إلا وكان لحزب البعث فعالية في الشارع، المظاهرات وداخل المعامل، داخل الكليات والمعاهد، وأفضل أفضل أفضل ما شهد العراق في تاريخ العراق السياسي الإضراب البطولي عام 62 الذي كان العنصر الحيوي في التمهيد إلى ثورة 14 رمضان 8 شباط. وفي نفس الوقت لا يفترض أن ننسى أنه الأكراد حملوا السلاح في أيلول من عام 1961، وهذه يعني من المسائل التي تثبت عدم مصداقية الشيوعيين في متبنياته السياسية، اللي هو طرح القضية الكردية قضية مركزية، وطن حر وشعب سعيد، يعني والشعار الآخر الديمقراطية الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية لكردستان، يعني في تلك المرحلة يعني أيده عبد الكريم قاسم بكل التفاصيل وإجراءاته السياسية، وآخر ما سووه ضد الأكراد، والأكراد يتذكرون هذا الموضوع بدقة متناهية في أدبياتهم السياسية لحد هذا اليوم. الحزب الشيوعي لأنه لا يملك إرادته وبني على أساس الولاء للاتحاد السوفيتي وليس للعراق، لذلك لم تكن عنده متبنيات سياسية وشعارات تطابق الحاجة الضرورية للعراقيين وبناء الدولة العصرية ذات السيادة والاستقلال. نعم. فإذا حصلت هذا طبعا أكو مفارقة كبيرة ما بين أنه من قاتلوا شعبنا الكردي، وفي نفس الوقت عندما كانت حربنا العادلة ضد الاعتداءات الإيرانية هم اصطفوا مع إيران بمنظمات ما يطلق بالأنصار وما شابه ذلك آنذاك. يعني أظن 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 هذه من النقاط اللي مزقت الحزب الشيوعي وأضعفته إلى أقصى درجات الضعف. نعم. لأنه لا يفترض أن 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 نقول كل الشيوعيين لم يكونوا مخلصين للعراق. نعم. وعلى نفس القدر الحصار الذي فرض على العراق 13 سنة أيضا من النقاط الجوهرية والأساسية الذي اختلف حول الشيوعيين، بدليل أحد اتجاهات الحزب الشيوعي جاء مع الاحتلال. نعم. جاء مع الاحتلال، وهذه نقطة عار تلطخ الحزب الشيوعي إلى يوم الدين. نعم. نعم أستاذ محمد، إذا رجعنا على الإضرابات وبالذات إضرابات الطلبة قبل ثورة طبعا 8 شباط وإضراب البنزين، هذه الأمور جميعا جعلت من الشارع العراقي يستنفر قواه ضد حكم عبد الكريم آنذاك، وهي تمهيد كثيرة وتمهيد لثورة 8 شباط. أنا كنت آنذاك طالب في كلية العلوم. نعم. أنا طالب في كلية العلوم، وأتذكر كلية العلوم والكليات الأخرى، كان جامعة بغداد هي الجامعة الأم والوحيدة آنذاك في بغداد.
وأسست بعد 63 المستنصرية. المهم يعني الاضراب البطولي، الاضراب 62 الممهد لثورة 14 رمضان 8 شباط، مأثرة نضالية لا مثيل لها في تاريخ العراق السياسي. واستطاع هذا الاضراب مع منطلقاته في منطلقاته التي أعلنها كمطالب طلابية، طورها إلى أن تكون مطالب شارع والشعب العراقي. بدأ الإضراب من إعدادية الشرقية آنذاك اللي حدث فيه إعدادية الشرقية اللي حدث بها صدام، كان ابن المهداوي أحد طلاب هذه الإعدادية، مناضل كان مناضل أحد طلاب الإعدادية، يعني نعم إيه أحد طلاب الإعدادية، والله يرحمه كان السيد هاشم الموسوي أحد مناضلي الحزب، لقد توفاه الله قبل فترة قصيرة، من مناضلي الحزب. واجه ابن المهداوي، والتنظيم كان يملك القدرة والقاعدة في الإعدادية الشرقية، فصار توجيه أن يعلن إضراب للإعدادية، ومن الإعدادية توسع إلى المدارس القريبة والمحيطة إلى الجامعة. وللأسف وما عرف عن الحزب الشيوعي مواجهته للإضراب، وأصدروا بيانات وأصدروا وحشدوا قوة مسلحة لكسر الإضراب، ولم يتمكنوا لأن البعثيين كانوا أشجع وأقوى وأكثر قاعدة في حينها. وشهد الإضراب البطولي مسيرات طلابية خارج مواضع الدراسة، مواقع الدراسة، وشهد اعتصامات، منها اعتصام رئاسة جامعة بغداد اللي رموا طلاب 2 3 من بناية رئاسة جامعة بغداد، واللي موقعها في الوزيرية، وأظن صارت نقابة المعلمين فرع بغداد، واعتقلوا جميعا وقدموا إلى المجلس العرفي العسكري آنذاك. والكثير منهم زملاء إلي وأصدقاء، وبعضهم من في نفس الخلايا الحزبية اللي كنا نشتغل فيها. أما اعتصام جامعة كلية العلوم فأيضا ملفت للنظر، طير نظام عبد الكريم قاسم طيارات استفزازية على بناية الكلية، وكنا في حينها على السطح الثاني للبناية، وكان يطير إلى مستوى منخفض تهديد وإشعار بأن الطائرات تستهدف المعتصمين، ودخلت المدرعات والاستخبارات العسكرية والانضباط العسكري، وطوقت كلية العلوم، وقطعت الشوارع من ساحة عنتر إلى محلات الأعظمية والجسر الإمامين آنذاك. لذلك أهل الأعظمية يتذكرون الطائرات ويتذكرون المدرعات اللي دخلت داخل بناية كلية العلوم، داخل كلية العلوم، وكان من محاسن الصدف يتعاطف ويانا بعض ممن في هذه المدرعات. وأتذكر خاطبنا من علو البناية لهؤلاء بأننا معهم في حماية الدولة، لكن ضدهم حينما يمارسوا عملية القمع ومصادرة حق الناس. على العموم انتهى اعتصام كلية العلوم بأن تدخلت العمادة، بعدما أعلننا نحن المضربون والمعتصمون بأن إذا دخلت القوى الأمنية سنفجر الكلية. والنظام يعرف أن للطلبة القدرة في تفجير الكلية، لأن كان بها مختبرات كيمياء، وبالإمكان استثمار واستغلال هذه المختبرات لإزعاج ومواجهة تدخل النظام آنذاك. وما زلت أتذكر خط على المسرح والنادي، اعتصمنا وأضربنا عن الطعام
حتى الموت لتحقيق مطالبكم العادلة. ها، وظل هذا الشعار موجود إلى سنوات بعيدة عن الاعتصام آنذاك. المهم، انتهى الاعتصام بعدما تدخلت عمادة الكلية، وكان في حين الدكتور فاضل الطائي، ونطوا ضمانات بأن الأجهزة الأمنية لن تتعرض إلى أي طالب معتصم، وفي حينها بعدما استحصلت الضمانات أخرجنا نحن المعتصمون فرادى ومجاميع صغيرة بسيارات الأساتذة، ونقلنا إلى مناطق بعيدة عن رقابة الأجهزة الأمنية. وما زلت أتذكر هذه الفعاليات بالتفاصيل المملة، نعم نعم. استاذ محمد، انا قبل ان ادخل الى يوم تفجير الثوره او قبله بايام، اريد اربط ما بين اضرابكم كطلاب انذاك وثوره تشرين وطلاب العراق في ثوره تشرين. هم هؤلاء، هم نفسهم العراقيين بهكذا وهج وقوة وروح التحدي. ثورة تشرين أسست لمشروع ثوري عظيم، شباب لا يملكون تجربة، لا يملكون خلفيات سياسية، يتفاعلون مع الشعب العراقي ويتحدون السلطة برؤية عميقة. أنا متابع ثورة تشرين بالتفاصيل المملة. تخيل، حينما أقرأ البيانات والشعارات أنبهر من أين جاءوا بهذه الحكمة وبهذه الرؤية وبهذا العمق فقطعا أن ثورة تشرين بشكل أو بآخر صورة ناصعة لثورة الشعب العراقي، وهي امتداد بروح التحدي لتلك المرحلة التي واجه فيها البعثيون والشعب العراقي نظام عبد الكريم قاسم. نعم. نعم، أستاذ محمد، بدأت التحضيرات إلى ثورة 8 شباط، لكن لاحظ أنه هنالك سرية تامة بالموضوع ودقة عالية جدا جدا وانضباط كامل بالثورة، إن كان يعني بشكلها العسكري والمدني، إضافة إلى شعبنا اللي كان مع الخط العسكري والمدني لحزب البعث. أول تجربة حيوية للتلاحم بين الجيش والشعب هو في ثورة 8 شباط 63، نعم، ويخطأ من يضع سوابق لهذا التفاعل أو الالتحام أو المشاركة الحيوية. نعم، لو ترجع إلى ثورة 8 شباط تجد فيها عبقرية القيادة وتصوراتها العميقة ودراستها مراكز القوى وماذا تفعل وماذا و و و ما هي الخطوات التي تؤمن الانتصار. لذلك اختارت توقيت أول يوم بعد انتهاء العطلة الربيعية، نعم، يعني يوم جمعة. السبت كان يفترض أن يكون دوام. كان الحزب منذر انذار تام، نعم، ووزعت خلاياه ومجاميع على مراكز القوى بسلاح متواضع وبسيط، مما اضطر المجاميع أن تهيمن أو تسيطر على مراكز الشرطة، لأن مراكز الشرطة بها 10 بنادق، 8 بنادق، حتى تكون سلاح يستخدمه في المواجهة إن تطلب الأمر. نعم، وما زلت أتذكر فلول الشباب اللي توجهت نحو وزارة الدفاع بصدورها العارية وسلاح متواضع لكي تواجه المحصورين في وزارة الدفاع والقوى العسكرية. وما زلت أتذكر أيضا أن الشيوعيين حينما يتحدثون
عن أنهم واجهوا الثورة بجيوش جرارة. والله وأنا في يعني ساحة بابل المعظم جاءت مجامع لا تزيد عن 3 شخص بسلاح وقامات وسكاكين متجهين وزارة الدفاع حتى يصطدمون مع المجاميع اللي توجهت إلى وزارة الدفاع، لكن تصدوا لهم الثوار والبعثيون وانهزموا شر هزيمة، وعادوا الكرة مرة ثانية بتوزيع بياني على ما أتذكر، أو بيان ها يدعون الشعب العراقي إلى مواجهة الثورة والردة والرجعية وقبرها في مهدها. جاء واجهوا الثورة بالسلاح بالمظاهرات وحركوا الشارع، يعتقدون أنهم بهذه الوسائل لربما سيعطلوا مشروع الانتصار على نظام عبد الكريم قاسم، لكن البعثيين كانوا أقوى وأكثر شجاعة وأكثر ثبات في مواجهة الأحداث يعني. ويدينون بيان 13 هم حرضوا الناس ورفعوا السلاح، وكان الحزب يعرف أنه أكو قوة احتياطية كان من الممكن أن تتحرك لأن الساند نظام عبد الكريم قاسم آنذاك، لكن الحزب بحنكته وقدراته العالية في التخطيط عطل قدرات هذه الأنظمة واستطاع أن يقلص قدرة النظام في توسيع دائرة التأثير على الثورة. على العموم الشيوعيين لم يتمكنوا من مواجهة الثوار والبعثيين آنذاك على قلة السلاح المتيسر لهم. نعم. ماذا كان دور الطلبة وبالذات الاتحاد الوطني لطلبة العراق؟ يعني احنا كنا منذرين في الحزب. لو تلاحظ يعني انا من اتذكر سيطر على المراكز الشرطة وتوجه رفاقنا نحو وزارة الدفاع ومواجهة الشيوعيين في باب المعظم، كلهم كانوا أصدقائي من الكليات والمدارس، وبالمناسبة يعني حتى طلاب الثانويات يعني ثانوية الأعظمية اشتركت ويانا في اعتصام كلية العلوم. نعم. اشتركت ويانا وكانوا من خيرة المناضلين والشجعان. فثورة 8 شباط مع أنها ثورة حقيقية لكن كان مادتها الشباب وطلاب المدارس آنذاك والاتحاد الوطني لطلبة العراق، وأجزم أن هذه حقيقة لا يفترض أن تحجب عن الجيل الجديد. نعم كانت ثورة شبابية بكل معنى الكلمة. نعم نعم. وهكذا في باقي المحافظات أستاذ محمد، ماذا كان مثلا في الموصل أو في يعني الجنوب؟ أنا أتذكر أنا من ديالة يعني بفترة قصيرة استطاع البعثيين ومدني وعسكري سيطرة. عندك بالموصل، عندك في الرمادي آنذاك الأنبار، عندك في الحلة يعني في البصرة. لا أتذكر التفاصيل بدقة لأنه صار إلى 59 سنة، بس على العموم أنه الثورة استطاعت أن تشكل قوة ضغط على النظام آنذاك أنا وتحجم قدراته في المواجهة والدفاع. نعم. والدفاع. ولذلك بفترة قصيرة أعلن النظام السياسي وجرى تشكيل الوزارة. نعم حدثت فعاليات صغيرة في الكاظمية في مكانات أخرى لكن أجهضت بسرعة متناهية. نعم. الفترة أستاذ محمد، زقت الفترة واستقر الوضع بعد 8 شباط.
يعني في يعني أظن يعني بعد 3 أيام استقرت استقرار تام، لكن الاستقرار والحياة الطبيعية، الحياة الطبيعية يمكن بعد أسبوع، بعد أسبوع بعدما تبين قدرة النظام السياسي وإمكانياته في تسيير شؤون الدولة وقيادته، يعني لفترة قصيرة جدا. نعم. بصفتك كنت طالب كلية العلوم، ما الدوام في الكليات مدى بدأ تقريبا؟ يعني انا اتذكر ويمكن وراء 4 ايام 5 ايام الدوام، انا كنت اريد انوي اشاره الى الدوام في الكليات والمعاهد، يعني بعد فتره قصيره جدا ها رجعنا للدوام وبدات الدراسه، وكان شيئا لم يكن قبل هذا التاريخ. نعم. نعم أستاذ محمد، ماذا عن الشأن الخارجي، يعني المحيط العربي أو المحيط الإقليمي، وإضافة إلى المحيط العالمي، بما معناه ماذا كان دورهم في بهذا الموضوع؟ العراق أنصاره والمعادين يدركون حجم قوة العراق وفعله وتأثيره في المحيط الإقليمي والدولي، لما يملك من إمكانيات هائلة بشرية ومادية. فعلى العموم، عودة العراق إلى محيط العربي كان أحد أهم علامات الفرح والتقبل للمحيط العربي بأجمع، حينما أقول بأجمع، سوريا ومصر ودول أخرى رحبت بالثورة الجديدة وأظهرت فرص التعاون والتحسين العلاقات وما إلى ذلك. الاتحاد السوفيتي على ما أتذكر تحفظ، لكن بعد فترة قصيرة أدرك أن النظام الجديد يملك من الأحقية في البقاء وقدرته في التعبير ومنطلقاته السياسية في معاداة الاستعمار. على العموم حين ذاك كان قطبين، يعني العالم بعض تعامل مع حدث 8 شباط بحذر، والبعض الآخر بإيجابية مطلقة. نعم. نعم أستاذ محمد، الإشاعات اللي والكتب والتاريخ المزيف اللي قاعد يصنعه الأفراد الحزب الشيوعي عن ما حصل بعد 8 شباط، أين الحقيقة في ذلك؟ أين الحقيقة في ذلك؟ يعني يعني اللي أقصد اللي أقصده اللي أقصده أنا معروف إنه موضوع الحرس القومي واضح واضح وتشكيل الحرس واضح القومي. نعم واضح 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 يعني احنا عراقيين يذبحونا بالشارع قبل 8 شباط، ويسحلونا بالشوارع، ويمنعوك من فرص الاستمرار بالحياة، وإذا كنت طالب من الدم، وفتح السجون والاتهامات الباطلة، يعني تنتظر من القوة. وفي 8 شباط يوزعون بيانات تحريض للشارع العراقي، واجهوا النظام الرجعي والحركة الرجعية، وارفعوا السلاح وارفعوا يرفعون السلاح. وعلى هذا التاريخ الارث اللي عملوه بعد 14 تموز 58، واستطاعوا ان يأسسون مراكز قوى عسكرية في محيط بغداد، ورادوا يحركون هذه، وينتظرون من عندنا نبوس اللحى ونقول له بارك الله بيك على هذا الفعل. احنا كنا في لحظة تجلي ثورية، يعني انا حامل السلاح حياة او موت، وتجي يرفع السلاح ويقتلني وبعدها يتهمني بما هو قام فيه. على العموم الشيوعيين كان عندهم دعم إعلامي أممي، لذلك حاولوا
أن يمررون هكذا منطلقات للإساءة إلى الثورة ومنطلقاتها السياسية. وأنا أعرف من شخصية قيادية، فاعلة في ثورة 8 شباط، قال عندنا تبليغ واتجاه أن ندعو الشيوعيين للتحالف، لكن حينما وجدنا أنهم رفعوا السلاح وبدأوا بعملية تقتيل ما كان أمامنا إلا الرد، المواجهة، وقمع، بكلمة، لأنه أي توسع في المواجهة لربما يمتد إلى أماكن أكثر من بغداد. فجرى مواجهة هذه الفعاليات المناهضة للثورة وإيقافها، وأظن هذا حق مشروع، ابتداء الدفاع عن النفس، وفي النقطة الأخرى أنها ثورة ويفترض أن تجد الأسباب الموضوعية لنجاحها، وكان من أحد أهمها تعطيل قدرات الشيوعيين والمقاومة الشعبية وبعض وحدات الجيش اللي أرادت أن ترفع السلاح للتمرد. نعم، وهكذا استمروا بهذه النقطة حتى مثل ما تفضلت حضرتك بموضوع الجيش والمعسكرات، وأعتقد هذا ما قاموا به بعد كم شهر في معسكر الرشيد بحركة اسمها يعني حركة حسن سريع. حسن سريع، يعني هم تصيدوا لحظة باعتقال بعض الرفاق القياديين، وكانوا يعتقدون ستشكل ضغط على الحزب والنظام السياسي، لكن يعني هي أقرب إلى مغامرة من مشروع، لذلك قبرت في وقتها ولم تتمكن من الخروج من معسكر الرشيد كحالة ومثال لعمل. يعني قبرت في لأن التخطيط سيء، لا يملكون القوى، وتوالت بعدها اعترافات جسيمة في هذا الموضوع، وأظن التاريخ قد كتب عن هذا. نعم كثيرا، اعترافات في صفوفهم نفسهم، يعني بالضبط في داخل الحزب الشيوعي، وحركة أقرب إلى المغامرة وسطحية على خلاف التخطيط الدقيق المحسوب المنظم لثورة 8 شباط. نعم. لأن وخاصة نعرف أنه عبد الكريم قاسم كان إنسان عسكري، واللواء 19 بمعسكر رشيد قريب عنه، لكن العنصر المباغتة والتخطيط السليم اللي خلى سليم اللي عطل اللي عطل حركة معسكر الرشيد بأكمله، اللي هو أقرب معسكر بأكمله إلى إيه ساحة نعم. الدفاع. نعم، إلى ساحة وزارة الدفاع. نعم، يعني هم كانوا يراهنون احنا نلاحظ كانوا يراهنون على نعم تفضل أستاذ محمد. كانوا يراهنون على الوحدات الموجودة في معسكر الرشيد وبعض الوحدات خارج بغداد، لكن فشل مشروعهم من خلال تحسبات الدقيقة التي وضعتها قيادة الثورة والمكتب العسكري والفعاليات الجماهيرية اللي نزلت إلى الشارع آنذاك. نعم، إذن كان تلاحم ما بين الخط المدني والعسكري لحزب البعث مع جماهير الشعب اللي خلت الثورة تنتصر. ونلاحظ مثل ما تفضلت حضرتك، والتاريخ يشهد أنه بعد أسابيع قليلة الأوضاع عادت إلى طبيعتها، عادت طبيعتها. نعم نعم نعم، في الدراسة، في الوظيفة العامة. نعم 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 نعم. أستاذ محمد، لكن أنا عندي سؤال، ألاحظ أنه بعد ثورة تموز المجيدة، ثورة 17/30 تموز المجيدة، ما قاموا به الشيوعيين من فترة ما بين 58 وحتى 63، ومن أعمال اللي تفضلت بيها والتاريخ يعرفها وشعبنا العراقي يتذكرها، لاحظ انه هذه الاعمال لم تذكر
لا في الإعلام ولا في الكتب، ما صار ترويج ولا في الحياة نعم ولا في الحياة ولا في الحزبية. الحياة الحزبية الداخلية، في الحياة يعني الحزبية الداخلية، الحياة الحزبية الداخلية، التنظيم الحزبي لحزب البعث من 68 ولغاية يوم الاحتلال عام 2003، انه ما لاحظنا انه اكو ترويج لهذا الموضوع اللي ما قاموا به الشيوعيين والمقاومة الشعبية، يعني اللي هذه الجرائم اللي ما راح ننساها، يعني من علقوا حفص العمري في الموصل، حفص العمري، نعم 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 على نعم عمود كهرباء نعم في الموصل، والمجازر اللي عملوها ضد البعثيين والقوميين والتركمان والأكراد في كركوك وفي نعم اي نعم فهذه نعم يعني هذه ما تنسى. لكن نلاحظ بنفس الوقت انه البعث بعد عام 67 لم يتطرق الى هذا الموضوع ولم يعطي اي اهميه لهذا الموضوع، لماذا؟ كان منهج الثوره 17 تموز العظيم كان الدوافع لأن يكون عراقا متطورا قويا، لذلك جرى تجاوز العقبات التي تعرقل مشروع التنمية والبناء والوحدة السياسية. لاحظ أنت بعد أيام قليلة من 17 تموز أطلق سراح الشيوعيين حتى المتهمين بقضايا جنائية، وأظهر الحزب حسن النية ووضع مقدمات لتعاون حقيقي، كرس في بيان آذار وإعلان الجبهة الوطنية عام 73، وأنا أحد أهم عناصر الجبهة الوطنية في قيادة تنظيم بغداد. والحزب كان جاد لبناء تجربة سياسية موحدة تنهض بالعراق وتتجاوز الماضي وعقد الماضي وعقد الماضي، لأن البعثيين بصدق أثبتوا قدر عالي أنهم بناؤون بصدق وأمانة. لكن الحزب الشيوعي كل تاريخ انشقاقات وخلافات، يعني في فترة الجبهة كان واضح داخل الحياة الداخلية للحزب الشيوعي اكو تيارات ضد التعاون مع البعثيين، واكو تيار مع البعث، واكو تيار ايضا يدعو الى التعاون بحذر. وأنا ما زلت أتذكر كان معانا شخصين، صباح الدرة عضو لجنة مركزية وحسين سلطان عضو لجنة مركزية، من المزمنين من القادة التاريخيين، الله يرحمه لحسين سلطان. فديوم صباح الدرة لنتناقش على موضوع سياسي، أبدأ حسين سلطان أبو خالد موقف إيجابي اتجاه تجربة الحزب وإنجازاته، نهر به ومنع من التحدث، وما زالت كلماته ترن في أذني، قال له أنا اللي أعبر عن موقف الحزب الشيوعي وما أسمح لك الحديث. فأنا قلت له يا دكتور صباح، إحنا مبلغين اثنينكم أعضاء جبهة وممثلي عن الحزب الشيوعي، فلك الحق أن تتحدث مثل ما يملك الحق حسين سلطان الله يرحمه أبو خالد، مثل ما أنا أتحدث، مثل ما يتحدث الرفيق حكمة العزاوي وستار الراوي الله يرحمهم. لذلك الحزب الشيوعي حزب قلق تسود الخلافات والعداء المسبق للبعثين، حتى وإن أثبتوا حسن النية وقدموا إنجازات هائلة للشعب، لأنه يعتقدون أنه نجاح البعثيين هو 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 بشكل أو بآخر تعطيل لقدرة الحزب الشيوعي العراقي. فالجبهة الوطنية أحد مآثر نظام البعث، مثلما وكانت الجبهة
مؤسسة على قواعد، مؤسسة على قواعد. وما زلت أتذكر الكثير من الدراسات والحوارات التي تمت بيننا كبعثيين وشيوعيين. يعني أتذكر مهند البراك أحد أهم قادة مرحلة الأواسط السبعينات من الحزب الشيوعي العراقي. تخيل ها الشيوعيين يتهموه ب اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي حقيقة بصدق. ها كان سجان واعتقل الشيوعيين، ولربما حقق مع الشيوعيين، والبعض من عندهم كتب له الشهادة أو الموت. هذا مهند من قادة الحزب الشيوعي في مرحلة الجبهة، ما عدا أنهم خرقوا قواعد الجبهة في التنظيم العسكري والتنظيمات الأخرى. فالشيوعيون للأسف لم يتعاملوا بصدق أو على قاعدة الالتزام المتبادل مع بينهم وبين البعثيين. نعم، الحديث ممتع جدا أستاذ محمد مع حضرتك، وأني أتمنى تكون إن حلقات متواصلة بهذا الموضوع. أنا جاهز أستاذ راغب العزيز، أنا جاهز وتحت أمرك. أشكرك شكرا جزيلا، والرحمة لشهداء عروس الثورات، ثورة 8 شباط. الرحمة لشهداء البعث، والرحمة لشهداء العراق، الرحمة لشهداء الأمة العربية. شكرا أستاذ محمد. أحسنت، شكرا جزيلا. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، كنا مع الأستاذ القائد الطلابي محمد دبدب وبرنامج لقاء اليوم. نلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.